حدوني اعملكم باربي ميك اب تشالنج. شوفوا كيف عملته. اول شيء رح بلش حضر عيوني بالشارمينج اسكيب كونسيلر من كيكو. هيدي الستيب بنعملها كرمال الاي شادو يلي بدنا نحطه يطلع لونه مزبوط مثل ما عم شوفوا على الباليت. اوه لا، رح نبلش على كسرة العين بلون انتقالي. هلا اخذنا لون اغمق براون براون، حطه على الكسرة. هلا عم باخذ كونسيلر لحتى اعمل الكات كريز. أرسم آي لاينر بالكونسيلر بنفس اللون البراون. عم علم أكتر الخط من تحت حتى يبين إنه آي لاينر. هلا رح نبلش بكريمي بينك نحطه بقلب العين، بعدين نرجع نسكه مزبوط بالباودر. هلا رح نثبت بالبينك باودر. اول شي رح اخذ البينك يكون شوي افتح من التاني اللون رح اخده. رح حط بمدمع العين هايلايتر جاي لونه شوي على بينك لحتى بس ادمجه مع البينك يندمج بسهوله. هلا رح اعمل الحواجب، رح حط رموش وبرجع بحط البيز وبنرجع بنكمل العيون من تحت سوا. رح حط خط ايلاينر رفيع تحت الرمش من كارل لاجرفيلد كرمال الرمش ما يبين تحته فراغ، كرمال عبي فراغ تحت الرمش. قلت الجمله مرتين. هلأ رح استعمل الماسكارا من لوريال لاش بارادايز. بتجنن هالماسكارا. رح خلص البيز وبرجع لكم لنكمل الباربي تشالنج. لو كان قوي شوي فينا نرجع منخففه بالكونسيلر. نحن بدنا نقويه على كل الاحوال لانه الباربي هي بتكون حاطه اي بينك بلاش شوي قوي. البلاش اللي عم بستعمله هلا هو نفس اللون اللي حطيته على عيوني. انا رجعت هلا رح كفي العيون من تحت. رح استعمل وايت اي لاينر من بوبا ديو هايلايتر مات اند شاين. رح استعمل ميلة المات. رح نرجع ناخد نفس الاي لاينر الاسود اللي استعملناه على العيون. رح طلع من الخط الاسود مثل فيك لاشز. هلا رتبت شفافي ولحتى استعمل نفس اللون يلي بتحطه باربي على شفافها رح استعمل من ماكس فاكتور ماستر بيس نيوت باليت هيدا اللون. رح اعلم شفافي بالليب لاينر كولر سنسيشنال من ميبلين. طالع باربي خلصنا. لا طالع باربي، انتو شو رايكم؟